ما هي فكرة المترشح التوافقي ومن أين أتت الفكرة؟ فكرة المترشح التوافقي بكل بساطة هي استغلال مرحلة الانتخابات الرئاسية 2024 للمعارضة في الجزائر للخروج من حالة الركود، حالة البلوكاج اللي راهي فيها حاليا، لا ستاغناسيون. نظن بلي الجميع لاحظ بلي يعني العمل السياسي في الجزائر حاليا اصبح جريمة، اصبح ممنوع، اصبح نسميها كما تحب، ولكن يجب علينا ان نتوقف من ايجاد اسباب لعدم العمل ونبحث عن اسباب للعمل. Il faut arrêter de chercher des prétextes pour ne pas faire et chercher des prétextes pour faire. Donc مشروع المترشح التوافقي هو اجتماع المعارضة الجزائرية حول une feuille de route, حول un SMIC démocratique, حول un SMIC républicain. مشروع سياسي يحمله هذا المترشح. نحن لسنا سوف نتفق على إنسان، رجل أو امرأة، على كل حال رجل أو امرأة، بل سوف نتفق على مشروع سياسي يحمله هذا المترشح التوافقي للانتخابات الرئاسية 2024. بروفيتي استعمال طبيعة الانتخابات الرئاسية في الجزائر لإعطاء الكلمة للمعارضة الجزائرية، لإعطاء الكلمة لممثل هذا المعارضة الجزائرية، لحمل صوت مطالب الحراك أمام وسائل الإعلام الوطنية والعالمية، لحمل صوت المساجين أمام وسائل الإعلام الوطنية والعالمية، للدخول في المعركة السياسية ضد النظام الجزائري الذي سوف يقدم مرشح تاعو. حنا ثاني نقدموا مرشح تاعنا، ما بقاوش نتفرجوا، يعني دو مانيير سامبل، دو مانيير فاسيل. المشروع المترشح التوافقي ايضا سوف يعطي وجه للمعارضة الجزائرية. العالم يحتاج إلى وجه للمعارضة الجزائرية يتكلم معه. عندما تتفق المعارضة الجزائرية على مشروع، على مترشح واحد تمشي وراه، هذا المترشح سوف يتحول أوتوماتيكيا إلى وجه المعارضة الجزائرية في الجزائر. أيضا فكرة المترشح التوافقي أو مشروع المترشح التوافقي سوف يسمح بالخروج من بعض الأفكار التي عطلت الحراك وما زالت تعطل في المعارضة إلى حد الآن، منها لا أعطي شرعية للنظام، كأن النظام يحتاج إلى شرعيتك أنت، البلاد بلادهم ومدارين رأيهم. كيف يمكن ضمن هذا التوافق ومن من ينتظر هذا التوافق؟ يعني لا ريبونس ايديال، الجواب المثالي لهذا السؤال هو ان الجزائر فيها 46 مليون جزائري. يعني لوتوبي سي كو 46 مليون جزائري هما يتوافقوا ما بين بعضهم، هذا هي يعني الجواب المثالي ايديال. لكن في نظرتي انا وفي المرحله التي نحن فيها، وماذا انتظر انا يعني من انتظر التوافق، هي من شريحه الجزائريين اللي كانوا في الحراك الشعبي، الجزائريين الذين طالبوا بتغيير نظام الحكم في الجزائر. يعني ببساطة أنا أنتظر من وجهة نظري عندما أتكلم على مترشح توافقي، أنتظر في المرحلة الأولى على الأقل أن يكون هناك توافق على مترشح من نسبة الجزائريين، كانوا شخصيات وطنية أو أحزاب أو حركيين أو مناضلين أو معارضين اللي كانوا في الحراك. الناس اللي كانوا في الحراك ومؤمنين بمطالب الحراك ومؤمنين بضرورة تغيير نظام الحكم في الجزائر، هذه هي الطبقة حاليا الآن التي أنتظر منها التوافق حول مشروع سياسي لإخراج مترشح توافقي نقابلوا به النظام. ونضيف برك في هذه النقطة، يعني في هذا السياق، على فكرة الأرنب. عندما تتفق المعارضة والحراك بصفة عامة يتفق على مترشح، لا يستطيع أن يكون هذا المترشح أرنب، لأنه من يقرر من هو الأرنب؟ نحن من يقرر من هو الأرنب؟ سي نو كي ديسيدون كي لو لابان اي كي ني با ان لابان. هل هناك مخاوف أن السلطة سوف تسقط هذا المترشح التوافقي، أو أن السلطة يعني سوف تسمح إلى المترشح التوافقي للمعارضة؟ لا أظن أن السلطة سوف تسمح لأي شيء في الجزائر
يكون خطر على وجودها. السلطة الجزائرية، النظام الجزائري لديه هدف واحد وهو البقاء في الحكم، وسوف يعمل كل ما يستطيع لكي لا يسمح لأي شخص أو مجموعة أشخاص أو تنظيم أو حزب لباش يكون خطر على تواجد السلطة النظام وبقاء في الحكم. دونك نظن بلي السؤال هذا واضح، السلطة النظام الجزائري في دوره ولا ننتظر منه شيئا، النظام الجزائري في دوره. يعني قلتها من قبل، يجب أن نتوقف عن البحث عن أسباب لعدم العمل ونبحث عن أسباب للعمل. il faut arrêter de chercher des prétextes pour ne pas travailler, pour ne pas faire et chercher des prétextes pour travailler, pour faire. لا ننتظر شيئا من السلطة، السلطة في دورها. جميعا نعلم، نعرف السلطة الجزائرية كيف راهي ماشية، مش هنعطيو دروس لأي شخص، لكن من جهتنا، من جهتنا يجب علينا ألا ننتظر السلطة ماذا تريد أو لا تريد، ولا ننتظر النظام ماذا يفعل أو لا يفعل. الانتخابات الرئاسية حق دستوري وشرعي، كل جزائري لديه الحق أن يترشح لتتفيه الشروط، طبعا لديه الحق أن يترشح للانتخابات الرئاسية، ويوجد الناس في الحراك في المعارضة لديهم يسمى يلبيوا جميع الشروط للانتخابات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية. ما نخموش على السلطة وما نفتشوش على السلطة واش راهي دير واش ما ديرش. حنا نهزوا إنسان، رجل أو امرأة فيه جميع الشروط القانونية والدستورية للترشح، يترشح ونمشيوا معاه وندافع على فكرتنا بدون انتظار ماذا السلطة تقول أو لا تقول، تفعل أو لا تفعل. لأننا يعني نخرج أيضا هذه الفكرة تاع يقول لك المناخ السياسي ليس مناسبا للعمل السياسي في الجزائر. المناخ السياسي لم يكن أبدا مناسبا للعمل السياسي في الجزائر من قبل الاستقلال إلى يومنا هذا. إذا انتظرنا أن يكون المناخ السياسي، يعني في الحقيقة ماذا نحن ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ ننتظر أن المناخ السياسي يكون مناسبا في الجزائر؟ لن يكون أبدا مناسبا في الجزائر، وإذا بقينا في الانتظار لن يكون أبدا مناسبا في الجزائر. نحن علينا مسؤوليتنا نحن أن نخلق هذا المناخ السياسي بطريقة أو بأخرى. لماذا في رأيي توجد يعني مجموعة من المعارضة حسب السؤال يعني ترفض هذه الفكرة وعندها تحفظات على هذه الفكرة وتقول باللي هذه المبادرة تخدم السلطة؟ يعني أولا في الجواب على هذا السؤال، ونتمنى نكون واضح، يعني واضح، الناس اللي قالوا لا لتنظيم الحراك أنا لا أستمع إليهم، أصبحت لا أستمع إليهم، ليس لديهم عندي، أنا ما عندهمش مصداقية سياسيا، لا أستمع إليهم، برهنوا ميدانيا بلي لا علاقة لهم بالسياسة حقيقة. نحن نتكلم على مشروع سياسي، والناس اللي ليس لهم علاقة بالسياسة وبرهنوا ميدانيا أن ليس لهم علاقة بالسياسة، أنا هذا الناس أصبحت لا أستمع إليهم. لأننا ماذا نلاحظ من يعني ميدانيا حقيقة، ماذا نلاحظ؟ نفس الأشخاص الذين قالوا لا لتنظيم الحراك هم الآن يقولون بأن مشروع المترشح التوافقي يخدم النظام. هاد الأشخاص لا يطرحون أي فكرة، هذه الفكرة لا تناسبك، لا تساعدك، ما عجبتكش، حطها أكوتي صديقي وطرح وقلنا فكرة أخرى. المهم ما نبقاوش في العدمية نتاعك، ما نبقاوش في الاستاغناسيون نتاعك، ما نبقاوش في الجمود نتاعك. هذه الفكرة ما عجبتكش، اطرح لنا فكرة أخرى. ما عندكش فكرة أخرى تطرحها، إذن تبقى فكرة المترشح التوافقي هي الفكرة الفعلية الوحيدة المطروحة حاليا على الساحة السياسية الجزائرية. والأخر يعني لبوخفينيخ، نعود أو سر على هذه النقطة، الناس اللي قالوا لا لتنظيم الحراك أنا لا أعتبرهم سياسيين أصلا، ولا أعتبرهم عندهم علاقة بالسياسة، وفقدوا كل مصداقية عندي، ولا أستمع إلى كلامهم، وشكرا.